بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول الفقيرة إلى الله ألف عين: أختنا عرضنا لها كثيرا من القضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: ما علامة رضاء الله سبحانه وتعالى من سخطه ونحن في الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله سبحانه وتعالى يرضى بالطاعة ويغضب للمعصية، يرضى عن عباده المؤمنين ويغضب على أعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة والمذنبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكثير من الآيات القرآنية فيها ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويبغض الكافرين والمنافقين، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان والتوحيد والطاعة، لأن في هذا صلاحهم وسعادتهم، ويغضب على العصاة والكفار والمنافقين ويبغض الكفر والنفاق، لأن في هذا مضرة على العباد. أو سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يحب لهم ما ينفعهم ويكره لهم ما يضرهم. وعلامات، ومن علامات رضا الله عن العبد توفيقه للعمل الصالح، ومن علامات رضا الله عن عبده أن يوفقه للعمل الصالح وأن يشرح صدره للإسلام. ومن علامات غضب الله على عبده إعراضه عن طاعة الله عز وجل وحرمانه من العبادة ووقوعه في المعاصي. هذا من أعظم العلامات على رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده وغضبه على عبده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يخشى المرء من أشياء كثيرة شيخ صالح، ولا سيما ما عبر عنه علماؤنا بالاستدراج، هل تتفضل بشرح هذه العبارة ليحذرها المؤمن جزاكم الله خيرا؟ نعم، الاستدراج خطير، الاستدراج خطير. قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالنعم إذا كانت مع الطاعة فإنها خير ودليل على رضا الله سبحانه وتعالى وإعانة على طاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا كانت النعمة مع عبادة ومع طاعة فهي خير وإعانة من الله، وإذا كانت النعم مع المعاصي ومع الكفر فإنها استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا هو الفارق وهو العلامة. النعم إذا كانت مع الطاعة فهي خير وإعانة على طاعة الله ودليل على رضاه سبحانه وتعالى، وإذا كانت النعم مع المعاصي والكفر فإن
لأنها استدراج من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف للمؤمن أن يحذر هذا الشيخ صالح؟ ينظر في نفسه وفي عمله، فإذا كان على طاعة الله وعلى الاستقامة فإنه يعتبر هذا من إعانة الله له ويشكر الله على ذلك، وإن كان على معصية وعلى ذنوب ومخالفات فليعلم أن هذا استدراج من الله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغتر، لا يغتر بهذه النعم وهذا الإمهال من الله عز وجل. كثير من الناس اغتر واغتر الشيخ صالح، هل من كلمة؟ نعم، كثير من العالم اغتر واغتر وحلت بهم العقوبات، هذا سنة الله جل وعلا في خلق الأولين والآخرين، لا شك أن هذا واقع، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوقظ المسلمين لطاعته وأن يجنبهم طريق معصيته وأن يتنبهوا إلى هذا الأمر الخطير ولا يغتروا بما يعطون من النعم والسعة في الأرزاق، يغفلوا عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى ويحملهم ذلك على الأشر والبطر والكبر كما حصل لقارون وغيره من أصحاب القوة والجبروت، ثم قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم من قصة عاد وثمود وقوم فرعون، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم الإسلام فيما يفعل في الأعراس من كشف الشعر واللبس القصير بين صفوف النساء. الواجب على المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلتزمن بالآداب الشرعية في الأعراس وفي غيرها، الواجب على المرأة أن تلتزم بالآداب الشرعية في لباسها وفي زينتها وفي سواء كانت في حفل عرس أو في غيره، إذا خرجت من بيتها فإنها تخرج متسترة متحفظة متجنبة للطيب ساترة لجسمها، وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها ومن تجتمع بهن، فإذا كانت في محيط النساء وكشفت شيئا من شعرها أو كشفت وجهها أو كفيها أو قدميها فهذا لا بأس به في محيط النساء إذا كانت ثيابها ثياب حشمة وثياب ستر، أما ما يتخذه بعض النساء من الألبسة التي لا تستر والتي تكون على غير اللباس الشرعي فهذا أمر لا يجوز ولو كان عند النساء، لأن هذا يعتبر من الخروج على آداب الإسلام ويعتبر أيضا من القدوة السيئة لنساء المسلمين، فالواجب الالتزام بالآداب الشرعية وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تكون المسلمة قدوة حسنة لأخواتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال طويل ملخصه أن أباها عليه صوم شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ في حادث سيارة، وتقول إنه لا يتحمل الجوع إذا صام، فهل نشترك معه في الصيام نحن أو أفراد أسرته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لا يستطيع الصيام وصام عنه أحد من أقاربه فيرجى أن يكون هذا مجزئا، ما شاء الله يرجى أن يكون هذا مجزئا. اللهم لك الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول جارتنا هي ابنة عمي لا يفصلها عنا إلا الجداء، وحالتها المادية ضعيفة ولها أولاد وهي طيبة وكادحة، لكن أمي لا تحبها نتيجة لخلاف جرى بينهما، وأنا في بعض الأحيان أقوم بإعطائها بعضا من الطعام من دون معرفة أمي ولا علمت أمي لغضبت كثيرا، فارشدوني هل هو حرام علي أن أعطيها أي شيء والحال ما ذكر أم أن ذلك جائز جزاكم الله خيرا؟ هي من جيرانها؟ من جيرانها، وتقول إنها ابنة عمها أيضا. الواجب على المسلمين حسن الجوار، الله سبحانه وتعالى أمر بحسن الجوار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الجوار، جيران ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، جار له ثلاثة حقوق، فهو الجار القريب المسلم له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار، الجار له حق
وما ذكرته السائلة من حالة أمها مع الجارة مع جارتهم هذا غلط كبير ومعصية لله ولرسوله. فالأمور النفسية لا يجوز أن تطغى على أمور الدين وأمور العبادة والحقوق الشرعية. الواجب عليها أن تتصالح مع جارتها وأن تتسامح معها وأن يزول ما بينهما من ما بينهما من الخلاف النفسي وسوء التفاهم، لأن الإصلاح والعفو عن المخطئ هذا من خصال الإيمان ومن صفات المؤمنين، وهذا لا يسقط حق الجوار. كون أمك بينها وبين جارتكم شيء من سوء التفاهم والأمور النفسية لا يسقط حق الجوار. الواجب إكرام الجار وبذل المعروف له وإعطاء الهدية له، وإذا كان محتاجا فإنه يساعد. وفي ما ذكرته السائلة من أنها تحسن إلى الجار إلى هذه الجارة القريبة النسب منها، هذا أمر واجب ولو أغضب هذا أمه، فإن طاعة الوالد إنما تكون بالمعروف لا تكون طاعتها بالمعصية. فالإساءة إلى الجار أو نقص شيء من حقوقه هذا معصية، ولا تطاع الأم في ذلك، لأن الوالدين لا يطاعان في معصية الله، كذلك غير الوالدين لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فاستمري على الإحسان إلى الجار وحاولي إزالة ما بين أمك وبين هذه المرأة المجاورة لكم القريبة منكم، حاولي إزالة هذا بالإصلاح بينهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال طويل تقول في الرسالة: أنا فتاة لي 6 أخوات و4 إخوة، نعيش في بيت تضيق علينا الحياة فيه، وأم أمي تسكن معها وليس لها أولاد سوى أمي، لكن أمي لا تهتم بها ولا تؤدي حق أمومتها، ونادرا ما تكون مع أمها على ما يرى، وذلك يؤلمني كثيرا، فأنا لا أريد لأمي هذا المصير وأخشى من ذلك كثيرا. فالطاعة قضاء وسلف، وأخشى أن أكون أنا القضاء، فأنا أحب الله ورسوله وأتمنى من الله الهداية والسداد وحسن الختام، ولطالما نصحت أمي فتذكرني بقسوة أمها معها وهي صغيرة وأنها لم ترى منها شيئا جميلا، فأقول لها إنها أمها مهما كان وإنها جنتها ونارها، فتتهمني بأنني أتهمها بالخطأ، علما بأن جدتي هذه تقول إنها لم تعصمها، وأبي وأمي يعاملوننا كالأغراب، لا نجد منهما حنان الأبوة والأمومة، ولكننا نتحمل ونقول عزاؤنا أنهما والدينا. وأقول يا فضيلة الشيخ أشفي صدري في هذا الموضوع وأخبرني من يكون القضاء، وهل يصرف العصيان بدعاء الله؟ فأنا أحرص على طاعتهما لكنني لا أجد الحب المفروض لهما نتيجة لابتعادهم عنا وسوء معاملتهم لنا، جزاكم الله خيرا. ما ذكرته السائلة من سوء معاملة أمها لجدتها أمها هذا أمر لا يجوز، هذا من العقوق، بل هذا هو العقوق، وعقوق الوالدين من الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومخالف لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الواجب عليك مناصحة أمك، والواجب عليك أيضا الإحسان إلى جدتك لأنها من أمهاتك ولها حق عليك، فالواجب عليك الاستمرار في هذين الأمرين، الإحسان إلى جدتك والمناصحة لوالدتك. وكون الوالدين كما ذكرت السائلة ليس لهما حنان نحو أولادهما ولا عطف، هذا أمر لا يجوز. الواجب على الوالدين الإحسان إلى الأولاد، الأولاد لهم حقوق أيضا على الوالدين، واجب الإحسان إلى الأولاد، كما أن الواجب أيضا الإحسان من الأولاد إلى الوالدين. الإحسان متبادل بينهم، حكم القرابة حكم الولادة والأبوة، ليس هذا من آداب الإسلام، إنما العقوق التنافر بين البيوت والأسر إنما هذا من عادات الكفار في العصور الأخيرة المدنية الزائفة المعاصرة. أما الإسلام فإنه يحرم ذلك وينهى عن شد النهي، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا. وكذلك الأولاد كما ذكرنا لهم حق على الوالدين العطف والحنان والتربية الحسنة والإنفاق إذا كانوا محتاجين، خصوصا في حالة الصغر لهما حق على الوالدين. والواجب على هذه الأسرة أن تتصالح فيما بينها وأن تسود النصيحة فيما بينهم وأن يؤدي كل ما عليه نحو الآخر، هذا هو الواجب. ولكن إذا لم يحصل هذا من الطرفين فإن على الأولاد أن يحسنوا إلى والديهم وأن يؤدوا ما عليهم من الحق لوالديهم، ولو أن الوالدين ليسوا على المستوى المطلوب مع الأولاد فإن هذا لا يسقط حق الوالدين. فالواجب على المسلم أن يؤدي الحق الذي عليه وأن يسأل الله الحق الذي له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع عرضنا له سؤال في حلقة مضت، هو عين حاء مقيم في الرياض، يقول والدي يشرب الشيشة ويأمرني بعض الأحيان بتحضير الجمر، فهل إذا رفضت يعد ذلك عقوقا للوالد؟ جزاكم الله خيرا. هذا ليس من العقوق للوالد، لكن بعد المناصحة نصفه بأن هذا ضار وأنه حرام وأنه أمر لا يجوز، وأن مساعدتك له تكون مساعدة على المعصية، والمساعدة على المعصية لا تجوز. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب المناصحة له وبيان أن هذا أمر لا يجوز له هو، ولا يجوز لك أنت أن تعينه على هذه المعصية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعثت بها مستمعة تقول في ميم عين، ضمنت هذه الرسالة جمعا من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، تقدم بخطبة كثير من الشباب ولكن ليس فيهم من يحافظ على السنة الصحيحة، فمنهم من يصلي ويصوم ولكنه لا يعطي لحيته ولا يلتزم بعدم إسبال الإزار ولا يهتم بالصلاة في المساجد مع كثرتها وقربها، ولا يهتم بأن ترتدي المرأة حجابا شرعيا أو حجابا ناقصا، مع العلم بأني حريص كل الحرص على أن أجد الشاب الملتزم بهذه الأشياء، ولهذا رفضت كل من تقدم لخطبتي ولم يلتزم بهذه الأشياء، فما هو رأيكم فضيلة الشيخ في تصرفي هذا؟ هل علي إثم برفض الزواج من هؤلاء؟ وكيف أصل إلى ما أريد؟ أرجو النصح والتوجيه، جزاكم الله خيرا. أما الذي لا يصلي فلا يجوز لك أن تتزوجي منه لأنه كافر، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، قوله تعالى: ولا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وأما الذي يصلي ولكن عنده شيء من المعاصي فالواجب أن تنظري في الأصلح حسب الإمكان، لأن الكمال ما يتعذر الحصول عليه من كل وجه. تنظري في الأمثل. أما أن تحصلي على زوج ملتزم 100% من كل الوجوه فهذا صعب، ولكن عليك بالنظر في الأمثل، ولا تتشددي في هذه الشروط التي فوتت عليك الزواج حتى بلغت هذا السن، ما دام أنه مسلم الحمد لله، ولو كان عنده بعض التقصير. وأيضا يمكن استصلاحه فيما بعد، يمكن استصلاحه والتأثير عليه فيما بعد. جزاكم الله خيرا. حتى نكون في غاية الوضوح شيخ صالح، بالنسبة لتربية اللحية، بالنسبة للإسباب، هل يعداني من الأمور التي تصرف البنت عن قبول شاب فيه هذه الصفات؟ ما دام أنه يصلي. نعم. ما دام أنه يصلي طيب، فإن بقية المعاصي ممكن إصلاحها كما ذكرنا. طيب. ممكن إن تقدم إليها من هو ملتزم أحسن منه. الله المستعان. فإنها تؤثره على. طيب. أما إذا لم يتقدم عليها إلا من هو من هذا الصنف فإنها تنظر في الأصلح والأمثل فالأمثل. لا. جزاكم الله خيرا. بعد 25 من تتصورون يتقدم لها شخصا؟ وهو بالعادة أن المرأة إذا تأخر زواجها إلى هذا السن لن يتقدم لها إلا القليل. الله المستعان. فعليها أنها تخفف هذه الشروط. طيب. ويكفي أن الزوج يصلي ويلتزم بالصلاة. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: ما الحكم في امرأة تقوم بشراء ملابس
الشمس بسعر وتبيعها بأكثر من سعرها مثلا، فتشتري فستان ب18 دينارا وتبيعه ب25، ولكن على أقساط، هل يجوز هذا أو لا؟ كونها تبيع الثوب بأكثر من اشترته به إذا كان هذا من غير خداع ومن غير كذب، لا فلا بأس بذلك، لأن السلع تزيد وتنقص حسب السوق، حسب السعر وحسب النوعية أيضا. إذا كانت تعمل فيها الثوب محسنات، تعمل فيها أشياء ترفع من قيمته، الحاصل أن هذه الزيادة إذا كان لها سبب، إذا كان لها سبب صحيح، إما بتحسين الثوب وإصلاحه وإما بارتفاع السعر في السوق، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه الزيادة نتيجة خداع أو كذب أو احتيال أو تغرير بالناس، فهذه لا تجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.